انا ادمجهم اول شيء. المزز اللي على حدود افريقيا نعطيهم ايضا خطه، نعطيهم خطه من جديد عشان يهجمون كلهم. نعطيهم خطه على افريقيا ونعطيهم خطه انهم ياخذون لي، خلينا نقول المناطق ذي بالكامل من هنا لين هنا. اوكي كذا اعتقد شيء خرافي. يلا يلا ليتس جو، نفذ يا حبيبي نفذ الخطه باسرع ما يمكن. الشباب ضلنا نعطيهم اسرع شيء كلهم، نعطيهم اسرع شيء كلهم. في تعليق في المود يا عيال، في تعليق في اشياء ما لهم داعي في المود. نعطيه جنرال او فيلد مارشل، نعطيهم فيلد مارشل و ليتس جو على بركة الله. يلا بسم الله، يلا يلا ابدأوا انشروا السموم والفيروسات بينهم. يعني اول مرة اشوف زومبي مع بنادق، يعني ما تجي زومبي وبنادق. يعني في قوات بريطانية نوعا ما ابو كلب هنا، لكن قوات عندي اقوى منها بكثير. في معركة بحرية بين الزومبي وبيننا، اما غرقوني. لا كويس، الايرانيين والله مساكين الايرانيين يا اخي، راحوا فيها. ما اداني، اكره شيء عندي البقع اللي تبقى في الخلف كذا. خذوا لي البقع دي الله يرحمني والدي، لا تبقوا لي ولا شيء يعني. خذوا لي المناطق كلها، طبعا انا مسرع الوقت عيال باسرع وقت ممكن. يعني عشان بدل الوقت اللي ضيعناه، بدل الوقت الفاقد، بدل فاقد يعني. وش نطور برضو؟ هايدنبرغ. اوكي بما ان احنا شيوعيين، يلا ما هي مشكلة نطور الشجرة حقت الشيوعيين. نطور هنا وش نطور؟ مصانع، والله ما احنا محتاجين مصانع. من جد والله ما احنا محتاجين مصانع. زومبي ويبون مصانع بعد، زين وجيكم بعد. كفو. يلا نطور اي شيء يعني، النتيجة محسومة محسومة لصالحنا. اخذنا ايران، كفو. والله اخذنا ايران كلها. كويس كويس جدا كويس جدا. نعلن الحرب على روسيا، خلينا نعلن الحرب على افغانستان ما في مشكلة. بريتش راج، نعلن الحرب على بريتش راج ما في مشكلة ايضا. روسيا، هل نحارب روسيا يا عيال او لا؟ ايش رايكم؟ طبعا الشباب اللي هنا 150 خلوني اوزعهم من جديد. لحظة، لحظة لحظة، واضح ان في خطة غبية هنا جالسة تصير. واضح ان في خطة غبية جالسة تصير، خلوني اعطي الشباب ضالة خطة انهم يتمركزون لي على الحدود من هنا، يتمركزون لي على الحدود مع الدول هذه. بريتش راج ونيبال، بولند، افغانستان، السوفيت يونين، ام عاد اعلنا الحرب على كل الناس. مع السوفييت، مع كل شيء. طيب طيب ما في مشكلة. نعطيهم خطة من هنا على الحدود يا حبيبي. لا لا، ايش الخطط الغبية ذي؟ نعطيهم خطة يا حبيبي انهم يتمركزون لي من هنا على المناطق ذي كلها. كويس كويس. نعطيهم ايضا خطة خطة هجومية بتكون كذا على المناطق ذي من هنا إلين هنا. اوكي. كذا بيكون شيء خرافي. طبعا خلونا نشيل الخطة الدفاعية ذي ما في مشكلة. كذا بيكون شيء طيب. طبعا والله اني ما ادري، من جد ما ادري، بما ان اعلنا حرب على السوفييت ليش الشباب ضار يجون هنا. طيب اوكي اوكي، في كتيبة هنا يا عيال. كتيبة هذه ليش ما اجيبها تمسك لي الثغرة ذي مثلا؟ طيب خلوني اجيبها تمسك لي الثغرة ذي، الكتيبة هذه. طيب ما في اي مشكلة، جيبها هنا تمسك لي الثغرة ونعطيها امر تاخذ لي يعني مساحة، اكبر مساحة ممكنة نوعا ما. ويلا يا حبيبي ليتس جو، خلينا نبدا. اخذنا اسبانيا، اما عاد اما اخذنا اسبانيا بالكامل. والله كفو يا شيخ، يخرب بيتهم. والله انهم مهلمين يا عيال الزومبي، والله العظيم انهم مجرمين.
انا اعطيهم الامر مع فرنسا، احنا داخلين حرب مع فرنسا ولا ايش؟ هل نعلن الحرب على فرنسا يا حبيبي؟ يلا نعطيهم خطة ياخذوا لي فرنسا بالكامل. اوكي خطة يا حبيبي تكون من كذا، من هنا على جميع الحدود لين هنا هنا كذا. خذوا لي فرنسا، الله يرحم لي والديكم بالكامل كذا. اعتقد بيكون شيء خرافي. ايضا حتى ايطاليا لين هنا، لين عند ايطاليا. يلا نفذ يا حبيبي، نفذ الخطة بأسرع وقت ممكن. المزيز اللي هنا وضعهم السليم، يعني جالسين ينفذون الخطط على أحسن ما يكون، يعني من جد جالسين ينفذون الخطط على أحسن ما يكون. هنا ما أدري في مطارات بريطانية جالسة تقصفني، جالسين يقتلوني الروس. والله العظيم الروس شكلهم ما هم بسيطين الروس. كويس كويس، طبعا المانيا والمز ظالي بيرسلوا لي فرق تساعدني. طيب ما هي مشكله خلهم يرسلون، يعني ايش المانع؟ ايش المشكله؟ خلهم يساعدوني. يعني احنا زومبي هارد ديكلير وور اون ذا جيرمان رايت. اما عاد والله دخلنا حرب ضد حلفائنا، امحق حلفاء. يلا قدام يا والله. نظام المود كذا، يعني نظام المود كل ما مثلا نتقدم كل ما يعني نحارب دول، كل ما نتقدم كل ما تتوسع الحرب تكون اوسع مع دول. يعني الزبده نحارب العالم كله، ما في نظام حلفاء او شيء زي كذا. كويس كويس، خلينا نفرش الفرنسيين، نفرشهم شوي. كويس احنا جالسين ننتصر. كويس جدا والله، جالسين نتقدم بقوة هذي. بريتش رانج وزومبيا فينيشد. طبعا المفروض ان احنا نحارب افغانستان، ولا احنا داخلين حرب مع افغانستان؟ مع كل الناس داخلين حرب، يعني انا على الحرب ايضا مع الدولة هذي. يلا ومع التبت، وين حارب العالم يا حبيبي كلهم. طبعا الجنود عندي وضعهم كويس جدا. يلا يلا يا جماعة الخير، يلا. واتين ورز اجينست سينج نزل ليدرشيب الزبدة. كويس والله احنا جالسين ندعس قدام الروس. شات يا ولد، ايش الكتاب الخرافية هذي تبع الروس؟ طبعا خلوني انقص الشباب ضارة. واضح الروس اقوياء، الروس مرة يا عيال والله الروس اقوياء. الاتراك والله انا مساكين الاتراك. خلنا نحاصر الكتاب اللي موجودة هنا، كتاب ال خلنا نحاصر الكتاب التركية اللي هنا. اوكي اذا قدرنا نحاصرها نقدر نقتلهم ان شاء الله. خلونا نطوق عليهم. كويس كويس حاصرناهم حاصرناهم. كويس كفو والله. كويس كويس جدا حصرناهم، ان شاء الله نقتلهم، يدينا نقتلهم الحين. اثنين وسبعين كتيبة، حرام عليكم يا هو. وصلوا الوضع لا، ترى اللي يخليهم بطيئين اللي هو ما عندهم سيارات، يعني هذه المشكلة اللي تخليهم بطيئين. شفت السيارات كيف؟ السيارات جدا مهمة لهم. اح 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 ولد 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 ولد، يا الله يقطعكم انتم سياراتكم يا ابن الجزمة يا ابن الجزمة. صدق معطيك خطة تنفذها ولا نفذتها يا ابن الذين؟ جالس تسوي ايش هنا انت؟ تسوي ايش هنا؟ الله يقطع راسك. اعوذ بالله. والله شوف السبايك يا شيخ على قلتش. عيال بلاش عاد. بالله بطلوا بطل حركات بايخ.
ناس جالسين يخشون علي بظل جالسين يتحاربون. يا حبيبي انسحب طز فيهم يا اخي، انسحب يا اخي، نفذوا خطة لعن ابو شرفك. والله عيب والله عيب. خلني اشوف اعطيهم خطة ديفنس. ونقول ان شاء الله ينفذونا يا اخي، والله صارت مهزلة عيال. من جد اعوذ بالله من غضب الله. ايش هذا يا شيخ؟ خلني اسحبهم خلني اسحبهم كلهم، واضح انهم زبالين اولاد الجزمه. هذا جلتش صاير ولا ايش؟ خلني اسحبهم برجع احاربهم من جديد. يلا يا زومبي كفايه فضايح، ترى انتم زومبي يعني انتم اقوياء يعني اقوى منهم يعني بلاش. شو هيدا؟ اللي قهرني ضالع يعني. تشوفونهم يعني من جد ما جالسين يتحاربون الناس. 280 كتيبه وجالسين يتصقعون مع كتيبه صغيروله فاقصى الدنيا. شوف وانا بسحبهم بسحبهم هنا بسحبهم هنا وان شاء الله ان وضعهم يزبط ان شاء الله. تعال هنا الله يقلع وجهك يا شيخ بلا عفن بلا وجع راس. من جد والله العظيم جالسين يتقدمون علي الاولاد الذين هنا. خلني اجيب الجيش هذا هنا. 38 كتيبة. طبعا خلوني اطلع جيش، هل اقدر اسوي جيش جديد؟ ستة وستين كتيبة، خلوني اجيبهم هنا نوعا ما. يا ولد ضالة لا يتحصروني ها؟ ترى بتجيني جلطة يا عيال، والله العظيم إذا خسرت القوات هذه بتجيني جلطة من جد. كويس ابدوا توزع الله يوزع خشمك انت وياه. قدري سنة ضوئية جالسين يتصقعوا لهم مع كتيبة زبالة. راح الله يقطع الوجه يا ولد يا اللي ماني قايل. والله الروس اقوياء يا عيال. طيب طيب نجيب الكتيبة هنا، الروس اقوياء مرة مرة اقوياء. وش صار على فرنسا؟ كويس الفرنسيين اكلوا تراب. كويس فرنسيين اكلوا تراب يعني بكل ما تعنيه الكلمه من معنى يعني. زين خلينا نخلص فرنسا الزباله هذه، فرنسا هذه مزعجه. اما عاد ايطاليا احنا داخلين حرب مع ايطاليا. والله الجبهه صارت اوسع الحين، احنا محتاجين. طيب ما في مشكله خلي الشباب الله يدخلون. خل الشباب يجون هنا بعدين راح نعطيهم خطة إن شاء الله تكون أكبر يعني نوعا ما تكون كبيرة نوعا ما إن شاء الله. طبعا هنا بدوا يتوزعون الحين، بدت الحين تزبط أمورهم إن شاء الله. خل نعطيهم خطة جديدة. الروس والله العظيم ما فيهم حيلة يا ولد. نعطيهم خطة جديدة بتكون كذا كالتالي إلين هنا. يلا روح يلا يلا أبدأ نفذ الخطط. ابدا يا حبيبي نفذ اشطه. طبعا هنا 12 كتيبه تركيه ومع ذلك والله الاتراك انهم اقوياء يا عيال. الاتراك اقوياء للدرجه مستحيل يا رجال، خفوا علينا يا تركيا. والله خفوا علينا يا تركيا. هل بنحاول نتقدم على الاتراك من هنا نوعا ما. الشباب اللي هنا قضوا لي على المرتزقه اللي هنا باسرع وقت ممكن. المزز اللي هنا عجزوا في 12 كتيبه، سبحان الله 12 كتيبه.
تركيا، ومع ذلك ما احنا قادرين نقتلهم يعني. من جد تحس الموضوع ما له داعي يعني. اروح لهنا، اروح لهنا. كويس كويس. The Japanese border and the Chinese border. يقول لك اليابانيين عبروا الحدود مع، كويس بدأت الحرب بين الصين واليابان. كويس حيلهم بينهم، خلهم يتصقعون. احنا خلينا ناخذ الغنائم. والله الروس انهم اقوياء يا عيالي ولد، ايش ذا القوة الخرائية دي. كويس كويس، خلونا نوقف نوعا ما. 187 كتيبة اللي هنا، اللي هي تقريبا في افريقيا. نعطيهم خطة جديدة، خطة بتكون يعني نوعا ما افضل من الخطة، يعني خطة توسعية احلى من الخطة القديمة. كذا بتكون كذا نوعا ما. خذوا لي الحدود، حدود الصومال كلها، كل حدود الصومال بريطانيا لين هنا. يلا ابدا نفذ يا حبيبي. ابدا نفذ يا حبيبي. وبسم الله وعلى بركة الله. تركيا وش اللي صار فيها؟ كويس احنا جالسين نتقدم على الاتراك نوعا ما. كويس جدا. طبعا في كتائب محاصرة، انا ما ادري، من المفترض انه اي كتيبة محاصرة تموت يعني. ايش القوة ايش القوة حقتهم ذي اللي ما تنهزم؟ شو القوة الوهمية تبعهم ذي يعني؟ مستحيل احد يهزمهم يعني، خلاص عاد خفوا علينا يعني. زبدة الشباب هنا، اتمنى انهم يبدون يتقدمون، واضح انهم ما عندهم سالفة. من جد والله واضح ما عندهم، ما عند جد يعني. طبعا هو الحاجة اللي مأخرتهم السيارات، ما عندهم سيارات يا عيال، عشان كذا تحسهم متأخرين. لكن هل أدعمهم بالكتاب هذه؟ سؤال. هل أدعمهم بالكتاب هذه أو أدعم الجبهة هذه بالكتاب هذه؟ والله إني ما أدري يعني، من جد أنا يعني متلخبص. طيب طيب يا حبيبي، صح صح صح. تعالوا تعالوا هنا، تعالوا هنا، الله يقطع الشيطان، تعالوا لي هنا. خلونا ننهي تركيا بأسرع ما يكون. ننهي الصعاليك ضرب أسرع ما يكون يا حبيبي. ماني جالس أنتظر إلين الفجر عشان أفوز على دولة ضعيفة زي تركيا. يلا روح 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 بسرعة يا حبيبي. قاذفات الروسية جالسة تقصف علي. طبعا هنا وضعنا في السمبتيك. الشباب جالسين يتقدمون أيضا هنا. كويس. يلا روح لهنا يا حبيبي، ايش تنتظر ايش يعني؟ في ثورات مسلحة، ما عاد من جدكم انتم تسوون ثورات؟ ترى والله لا اهد الزومبي عليكم واقسم بالله يفترسونكم افتراس، ثاني مرة ما عاد تسوون ثورات. قال لك ايش؟ قال بسوي ثورة، والله مع نفسك، دخل عليك زومبي والله يغتصبك. والله يغتصبك. يعني اللي صمم المود، المفروض انه ما حط بنادق يعني، حطهم كذا يعني زومبي يعني. طبعا هنا الجبهة الروسية ما في احد تقريبا يعني. الروس جالسين يضغطون نوعا ما ضغط يعني، يعني ضغط ما لهم داعي من هنا يعني، اماكن فاضية يعني ما في احد. نحاول نتقدم عليهم نوعا ما. الشباب اللي هنا وضعهم في السمبتيك. لا لا كويس كويس الوضع ان شاء الله. مسيطر عليه الوضع ان شاء الله. احنا مسيطرين على على الاوضاع. في 45 كتيبة هنا. أما عاد الكتاب هذه ماتت. ليش الكتاب هذه؟ والله والله جالسين يموتون يا عيال. والله الزومبي جالسين يموتون يا حرام.
خليني انقص سرعتهم، في شوي لاق، في شوي لاق في ال... كويس بدأت تتحسن النتيجة لصالحنا. لازم نحميهم يا عيال، نجيب طائرات او شيء زي كذا حماية. يلا يلا يا حبيبي، ما في وقت، خلصوا علي شوي، خلصوا علي الله يرضى عليك. خذوا لي المناطق دي كلها، خذوا فرنسا كلها. زومبي هورت، زومبي هورت، كويس. هنا في مقاومة قوية، يعني مقاومة شبه وهمية، ما ادري، لكن احنا جالسين نتقدم، راح نطوقهم ان شاء الله، وراح ناخذ يعني الاماكن تبعهم يعني بكل بساطة، يعني نطور الاسلحة تبع الزومبي. زومبي عنده مسح، ما خبرت بي. هنا ايش وضعهم؟ كويس، خليهم يتقدمون. والله محتاجين سيارات احنا عشان نقدر نظبط امور، لان الموضوع شوي كذا بيطول اذا ما عندنا سيارات يعني. كويس، اخذنا فرنسا، فرنسا شبه كلها شبه لنا الحين، كويس جدا. ناشونال فوكسز، والله ما في ناشونال فوكسز محتاجينه، بس انه وضعنا بالسليم. انا شوي خمس دقايق واجيكم عيال، نشوف ايش يصير مع المزز، هل بيتقدمون هل ما بيتقدمون. الجبهة الروسية الامانة ما في احد هنا، ما شبه فاضي. الروس يعني قواتهم هنا، طيب خلونا نحاصرهم. طيب 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 يا حبيبي، ما فيش اي مشاكل، خلونا نحاصر. طبعا الكتائب 12 كتيبة تركية هنا ما هم راضين يموتون، لا امدادات لا شيء، ومع ذلك ما هم راضين يموتون لسبب ما. هنا اوه، هنا دعم، وصل الدعم يعني. خلينا نتقدم على العاصمة البريطانية، العاصمة ال، لكن كويس بدأت النتيجة تتحسن هنا بعد ما وصلت السيارات يعني. كويس 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 جدا، هنقدم الشباب، الناس اللي ما لهم لازمة. يبدون يتحركون على المناطق دي، طبعا المفروض الجنرال يلعبها، انا ما بيخرب على الجنرال الامانة، ابي الجنرال يزبطها. طبعا انا انزعجت من الميوزك، هذه الميوزك ازعجتني للامانه، صدق الميوزك عيال والله ازعجتني من جد. هنا وضعنا في فرنسا جدا خرافي، وضعنا جدا خرافي. خلينا ناخذ الموانئ تبعهم. اوكي ناخذ الموانئ تبع فرنسا، فرنسا شبه انتهت. الحين نبدأ نخش على يعني على أوروبا وعلى مناطق زي تقريبا. ناخذ، نحاول نسكر عليهم شوي عشان ما يمديهم يسوون شيء. هنا أراضي فاضية يا جماعة الخير، ولا ما تأخذونه يعني، صلى الله وبارك. شو المانع، شو الحاجة اللي تمنعكم ما تأخذون المناطق دي يعني؟ وراو ذا وراو، اوكي 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 اوكي، صارت عندنا كتائب، صار عندنا خير وفير، ولا الحمد يعني، في كتائب احتياط برضو يعني.
لا لا ابشرك، الامور في السمبتيك ولا لحم، امورنا ان شاء الله في السمبتيك يا جماعة الخير. عندي هنا 52 كتيبة على الكتاب اللي موجودة هنا، وضعنا ان شاء الله طيب جدا طيب جدا. لكن هنا يا جماعة الخير الكتاب عندي شوي شوي، كتاب هنا على الجبهة الروسية هذه مرة عددها قليل قليل بشكل ما تصورونه يعني. خلونا نحاصر الكتاب هذا. هذه انتهت يا ليل، والله الليل صدق متى بيموتون ضالع عاد، متى بيموتون ضالع. وثوا اهلي يا ولد. هنا هنا دقروا دقروا هنا والله العظيم، ما العد تقدم ولا وخر يا ولد. جماعة الخير ايش وضعكم انتم، ايش سالفتكم؟ 175 كتيبة عند كتيبتين. يقول لك ايطاليا، يقول دخلت في يوغوسلافيا، حدود اليوغوسلافية او شيء زي كذا. يا ادري نوعا ما، ما ادري بس كويس. الجيش هذا اللي في الخلف بنخليه احتياط. طبعا الكتاب جالسه تنقص عندي للامانه. طبعا القوات السوفيتية هنا شبه منتهية يا عيال، عندهم دبابات ايضا، يعني الموضوع خطير جدا. اوه شت، على كيفهم يا ولد، وش السالفة؟ وش السالفة؟ خليني اطلع، هذه رومانيا، رومانيا جالسة تتقدم هنا، على كيفهم ضالة يا ولد. وقف هنا يا ولد، هذا الزومبي، زومبي ما تعرف الزومبي. خل نروح نسبقه على المنطقة هذه، ورايح هنا خلنا نسبقه، خل ندقر له شوية. خل الشباب ضال يحاصرونه. المز اللي هنا لا لا خليهم هنا، هنا والله ما في احد يا جماعة الخير، الحدود اللي هنا شبه فاضية. خل نحاصر القوات الروسية اللي هنا، ما في اي مشكلة. الشباب اللي هنا نجيبهم هنا ما في مشكلة. طبعا انتهى القوات السوفيتية اللي هنا، انتهت. خل نحاصرهم، خل نحاصرهم يا عيال. طبعا هنا بدأنا ننتصر عليهم كويس، بدأوا يموتون، بدأوا يهلكون الأتراك. طبعا الأمريكان مرسلين تعزيات، والله مع أنفسكم يا أمريكا، لو ترسلوا الجن الأزرق ما راح ينجيكم من الزومبي تبعي. هذا الزومبي يا ولد، ما تعرف الزومبي. أعطيهم زومبي جنرال. نسوي له ترقية، هذا مع انه غلط اللي حط لك صور الشعارات ولا درا ذي، المفروض انه ما يسوي كذا يعني. والله زومبي ما هم حقيقيين يعني. كويس هنا بدانا نتقدم الحمد لله على بركة الله، في تقدم هنا خرافي. وصلنا 1938، والله ان احنا تأخرنا شوي بس انه يلا يعني. أن يأتي الواحد متأخرا أفضل من أن لا يأتي أبدا. يلا يا هو خلصوهم عاد، ايش تنتظرون؟ هنا أصدقائنا الزومبي جالسين يتقدمون من هنا. خلونا نقدم الشباب اللي هنا، نحاول ناخذ اسطنبول بأسرع وقت ممكن، نحاول ننهي تركيا يعني من وجود تركيا. تركيا ما زالت قوية للحين. طبعا أستراليا 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 ما أدري وش ذي الدولة ذي صراحة، بس إنه إحنا وضعنا في السمبتيك يعني، إحنا جالسين نتقدم هنا. وين المنطقة هذه؟ الروس، الروس اندعسوا، الروس والله اعلم انهم اندعسوا يعني، ما عاد شفت عندهم كتايب خصوصا من المنطقة ذي، ما عاد في ولا كتيبة هنا يعني.
مع انه انا عندي مساحة اكبر هنا. خلوني احاول احاصرهم، القوات الروسية ما عاد عندها شيء. انا اسكر عليهم اخر مدينة لهم ما في موانئ، كذا بيكونوا محاصرين وراح نقتلهم ان شاء الله. كويس كويس، يلا يلا سووا لي ضغط عليهم من هنا. الشباب اضغطوا لي من هنا، ايضا الشباب اللي هنا ما هم شباب، زومبي اللي هنا اضغطوا لي من هنا. هنا ما في امل يخلصون. هنا كويس احنا جالسين نتقدم. كويس جدا احنا جالسين نتقدم هنا. وضعنا في السمبتيك، تركيا قربت تنتهي. هنا ايضا وضعنا في السمبتيك ايضا. لا لا وضعنا طيب طيب جدا والله، الحمد لله وضعنا ان شاء الله زين. هنا وش صار؟ اوه كويس. لا طردوهم طردوهم خلاص انهوهم يا حبيبي. فرنسا المفروض تستسلم ولا؟ وين باريس؟ والله فرنسا المفروض تستسلم، ايش السالفة؟ كويس كويس. طبعا هنا 260 كتيبة، وانا عندي احساس انهم نقصوا يعني. هنا مشكلة الطائرات بتبدا تدمرهم وتبدا تقتلهم وتبهذلهم. نعطيهم خطة بتكون كذا على الحدود كاملة، نعطيهم خطة هجومية ايضا الين، خلينا نقول الين هنا، خلونا نقول الين ايطاليا، الين لا خلونا ناخذ ايطاليا ما في مشكلة، نضيف ايطاليا معهم ما في اي مشكلة. نعطيهم اوامر بالتنفيذ فورا لهم كذا، يلا نفذ لي فورا يا حبيبي ويلا بسم الله على بركتنا. يلا ترى ما عندهم قوات ذاك الزود يعني، قواتهم ابو كلب يعني، بدينا ان شاء الله ندس. انا خايف من انزالاتنا يسووا البريطانيين انزال خلفي او شيء زي كذا، الله لا يوفقهم. وش اللي صار هنا؟ للحين جالسين تحفرون هنا، ترى عيب عليكم. الله عيب عليكم اللي جالس يصير. ومشكلتهم مشكلتهم انه ما في سيارات عندهم، عشان كذا بطيئين مره يعني. هذه المشكله، هذه فائده السيارات يعني، السيارات تعطيهم سرعه، تصير تنقلاتهم اسرع، تصير في انجازات اكثر، لكن للاسف ان احنا ما انتبهنا للنقطه هذه. بس يلا ما في مشكله ان شاء الله نعوض، ان شاء الله نعوض. طبعا هنا لو تشوفون ما عاد في هنا، ماخذين احنا من زمان لان القوات اللي هنا ما لا شغل ولا مشغل. احنا ما في الزومبي، هم سريعين يا اخي. والله انهم فلة يا اخي، والله سريعين يا ولد، خلصوا لي كل شيء بسرعة. حتى الشباب اللي هنا يلا خلصوا لي، خذوا المناطق دي. الناس اللي هنا برضو نعطيهم اوامر تقدموا لي على المناطق دي. الناس اللي هنا تقدموا لي هنا، خلينا نحركهم شوي، يتحركون. هذه بحيرة فكتوريا، كويس كويس. لا لا وضعهم جدا طيب، وضعهم جدا طيب يا عيال الزبدة. احنا وصلنا 59 دقيقة. اتمنى المقطع يعجبكم، اتمنى انكم انبسطتوا واستمتعتوا يا شباب السلسلة هذه الجديدة ان شاء الله. راح نكمل ان شاء الله في الحلقات اللي بتجي، انتظرونا، لا تنسون تدعمونا. هذه اول حلقة ابي اوصلها 200 لايك يا عيال، وصلونا 200 لايك وخلونا ننبسط ونكمل السلسلة. طبعا سلسلة جدا خرافية،
انا اليوم حتى والله اني تعبان، بس ما ادري كيف سجلت لكم يعني. قلت يلا خليني استغل الوقت عشان ما اتاخر عليكم بشيء يعني. طفشت انا حتى من الخلافه العثمانيه يعني، نغير من باب التغيير، نغير نوعا ما وبعدين نرجع للخلافه العثمانيه ان شاء الله. نعطيها سيف، سوي سيف كويس كذا، كلش تمام. يلا